من أمثال الزمان الجد من يفهم خبر الجد من يفهم خبر من يريد العافية لف في حكايتنا عبر لف في حكايتنا عبر ها لدعتيوز لدعتيوز ها لدعتيوز 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 خالي الله على امامه. مرحبا يا خال، حياك الله الدكتور عارف. ايوه ولدك يا الله استر، ادري ما قد عمل ولد في الله. ها خال سلامت في شيء؟ رسلت له عندي. ايش المشكله؟ متحمل السلاح لالوانها ها والجعب وذا مشكلة. والله اني مشكلة صح يا خال. اسمعني يا خال، ما دام قد اقنعته يجي لها عندي انا ان شاء الله اقنعه واعمل المستطاع. انت ادعي لي فقط. الله المستعان يا خال، نتعاون معاكم ما يهمك. تمام تمام، ان شاء الله نخليه يرجع لها عندكم بغير سلاح. وقدوا ما شاء الله، ادعوا لنا وخلاص. يلا مع السلامة. كيف؟ كنتوا في الطريق ولا يهم، خلاص انا اعتلقه. مع السلامه. يا الله استر. الوسيم وسيم، عاد قل لي ولا اقول لك. ما شاء الله الوسيم وسيم، اهم شيء الصوره لا قدي حاله. عيال حاله ما فيش اليوم حاله، اليوم الحاله حاله، السوق بارد، ما نش داري مالنا اليوم. دكتور داخل؟ الدكتور هو موجود من صباح الصبح. اسمعني، انا عندي خروج مخرج اشوف ابن خالي، وانت استقبل الحالات، ما تمكنني تصوير طول اليوم. اسمع لا تمكنني ابن خالي ابن خالتي، يوميا وانت دخله خرجه، عادك بالقلم الرصاص، عادك تحت التجربه، فهمت؟ يا سلام عليك، ضحكتني يا مفتاح والله، ما هوش عملك هذا؟ الدكتور موجود قلت لي بلغه خلاص انا عاد اخرج. تمام تمام، هذا عملي لا تتدخلش انت. اي خدمه؟ مع السلامه. مكني هكذا ابن خالي ابن خالتي داخله خارجه، لا هو حق عمل ولا هو حق عرف ماذا حدث؟
اسف انا شنو عارف انا ايوه يا دكتور الحق يا عيباه يا جنانه يا جهداه يا الله يا الله الحق يا دكتور الحق دلا مالك حاجه ما في كارثه ما بعدها كارثه يا دكتور ايش لغم هذا عيفجرنا ويفجر البلاد ويفجر العباد الحق يا دكتور خرج لغم ايش مالك لغم في عيادتنا لغم حيجرح في اي وقت ايش من لغم ايش من ان دخل وان جاء وان سهر ما هو الموضوع اينو كيف خرج؟ أنا ما دراني كيف خرج الحين كيف نفعل؟ عيقرح في أي لحظة يا دكتور أنا خلاص أنا ها؟ مفتاح خليني أنا قد أنا ضابح من نفسي دريت أنت شي دحين شكلي الشقة بحق جو من العيادة ولا لا؟ صرف طيب خلاص أيوه ملاحق طول اليوم أنا مدقني هذا العيادة لا حرام اني عادي عاد راعي له ما يجي عارف بين ارطب هذا ايوه يا مفتاح 14 ما هو يا دكتور والله انه رجع دكتور رجع على العياده وجلس فوق الكنبه يا دكتور الحق ما هو الذي رجع وما هو الذي سهر ما هو ما من هو رجع من نفسه انا ما دراني قد جلس فوق الكنبه مفتاح يعني تحاكى بحال ايش الموضوع ايش من الذي دخل وذي خرج منه امك الصاحب الوبي اوه صاحب والله يا دكتور انك تبي جهز نفسك دو عين فجر الحين لقمه ايش من لقمه انت بتفهم يعني من كيف دخل بالعياده يا دكتور انا في دار امك انا ما دخلني انا اشوف على ايش اسوي يا مفتاح اسمع اتصل الان لمكافحه الالغام تجي تبي تدخل لعندي اتصل لمن مكافحة الألغام طيب تمام السلام عليكم يا أخي هذه مكافحة الألغام اسرعوا عندنا لغم في العيادة الذي في العمارة الذي في الجولة الذي في الركن كيف داسع علينا مش داسع أنا من ظلمت أتصل للذي ظلمته مسامحوني يا دكتور أيوة يا مفتاح ممكن أنا أستأذنك أسافر أسلم على أمي وأخوتي قد أنا فاقد لهم والله أني قد أنا فاقد لهم سير ملح يا اسمع يا ما تصير لو قلت حليت أنت ما بسيرة أنت معك عقد هنا تغيب دقيقة ولا ثلاث يموت أهلك يموت جدك يموت ما دخش أنا تشتغل في العيادة غير كلام فاضي ماشي يا الله استر عبد ما شاء الله وزن حرم ما حد يقدر يوزن زعماني لا قدر الله غرق ايده وعدو اكبر وقبل قرع قدم ما هذا صوت يا دم مسكونة او انت مسكون يا جني اي هناك يظل عالي مسكون ابرد مالي وخلق الله وظننا راعي العارف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يا بندقي بقول فيك الشعر يا بندق انت لو قال قاحن ما بنشعش انا يا مرحبا ابن خالي يا مرحبا اهلا يا مرحبا كيف انت؟ حي الله صار لك شيء؟ قلتني ايه؟ قلت بخير مالك شيء؟ وين انت هاول دجل؟ حياك الله انا خرجت ادور لك ما عيب كيف هاي دور فرد كل عياده ولا في واحد هذا اخر موجود مفتاح عندي ها مفتاح كان موجود هنا ما هو المفتاح شيء مفتاح واحد اسمه مفتاح افرض لك مالك فلو المبادئ كيف انت حياك الله تهدى انا بعدين ما رايك بتختار مصري هكذا على سلاح وراء خلاص ماش ضروري السلاح تمام سرع الله يفوق على انفك الحكي ايوه تمام ما رايك ما بتلبس السلاح يا ولد ولا يهمك الا ان شاء الله يا نلبسه جميعا ما يهمك السلاح انا الشيء ترفع راسه لا تنساش انك البزي على كذا سهل السلاح ما هو اهم شيء هذا لكن عدا البسه علشانك انت ايوه هذا هو ذي الفعراز الواحد ايوه بس ايش اسالك سؤال ما هو ما فتشوك في النقاب
من اللي يفتشني القصر في النظام جاي؟ ولا ملعون؟ الا لا فتشوني، قالوا لي معك سلاح. ايوه تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. وفي البوابه؟ وفي البوابه الحارس. الحارس مسرني بس سلاح واحترمني. لا صح اذا خلاص تفضل عندي المكتب. يلا بسم الله. كان حياك الله يا بدي. يا دكتور كنتك دخل عند عارف. الله يرحمه عارف. خلاص عارف حيتصرف. خلي عنده ولا يدخل عندي. حياك الله يا ابن خالد. حياك سلمك. هي لو سمحت حط الآلهة. سلمك. نزلوا شوية. هذا أنا رفعت لأنه في يوم من الأيام بيرفعني. رفعت جيدة. هذا بيرفعك يوم من الأيام. يعني خليك في السافل. ماو. خليك واطي نازل لأنه هذا السلاح قتال. ما هذا المجبر حقك هذا المخلاع عادي. هذا آلي. لا تأمن السلاح قتال. وعيف لك المصيبة أحسن لك ابن خالي. حطه هناك. ما بيفتجع ببطونك ماله. اسمعني أنا معي قلب غرقة. حطه قلب غرقة. أيوة. هذا لبة مشو قلب. القواعدك على قلب غرقة. والدبالي بحط. حلو جدا. إيه خلي الآلي أنا. حياك الله. حياك. أمن الله. أمن وكل ما هو علي. أمن. تمام. أقول لك ليش بنا خلي مفتوح. تخيل وأنا ماشي كامل عدو لا عندي هجم. ما أقول له راعي أفتح الأمان. كده مفتوح سبع بك. ناقصين دقيقة. ناقصين دقيقة. يكفينا الدقيقة التي داخل الكلب. ألو. أين أنت يا زفت؟ وين أنت؟ قرحت اللوق. من معي؟ معك الدكتور إياه قفل. دكتور من هذا الساعة؟ أين دكتور؟ معك الدكتور فهمان. ها عفوا يا دكتور. يا دكتور أنا اليوم مدري مالي ربشنا هذا الرجل الذي داخل. اسمع أنا بنتصل صاحب الباص المرير ثلاثة الولد حقي له هنا. ابنك عاجل العيادة. لا يجيش للعيادة. أنت بتدور. يلا يكفي إحنا لاقد إحنا عنموت. لا شي أقول لك إذا خرج للشارع الآن خرج للشارع امسك صاحب البصة الذي وصله بيمه المدرسة ووقفه لا تطلعش العيادة على شو بدأ يدي اللو. يا دكتور أنا عارف إنه لو يجي ويشوف الرجال والله لا يموت من الفجعة. لا يجيش. أنا داري أنا يا ورش السالفة لك الآن بتصل صاحب البصة وهو مغلق. تحاول تتواصل مع صاحب البصة قول له لا يوصلش الولد خليه يروح على البيت. طيب أنا خلاص. طيب دي لي رقم السواق. لحظة. كم ايوه. طيب يلا شو تصلها الان. مع السلامة. يا الله استر بس. يعني احنا بنهرب الوضع من هذه الاوضاع من هذول الناس هذي بي. يعني ايش فايدة السلاح بيتحمل سلاح ليش؟ قاتل هارب من الحال معك غريب. يعني قد احنا بنضحك عليه بيلبسوه ويصيروا العرس والنعقد وعرس. وما يشطحش حتى في العرس لانه مظهر غير حضاري. تكوا ابدا ولا تخافوا من احد. ادخل صلى البيت جرى المعدل. ايوه والمولد كان شنطه تحت السرير. ما عليك لا اقدر لا شرب ولا اضيف على المخلع. وانا اجي جوافي بعد ما يقلع. واي واحد يجي بعد ما يبعد. ما بيشفى. مع السلامة. لحظة شوال القلاب يضلك فوق في الطاقة. مع السلامة. سلامات يا ابن خالي مالك. هذا ادري يوم من انا. أنا فلان جاي تهجم لي لا وسطح ذاك السنة ناعد دعم ما يباشر لو بطمع جرس معك كا بين رجلي لو ما خلي من فارسه. قد قررت تقع يمني ها؟ أنا يمني من زمن ما بنفعل. يمني ابني يمني ورافع رازية. افهمني أنت قد قررت تقع مدني قصدي. ما ذي بطلك بقتك ما ذي نشتي نفعل لك بطاقة شخصية في السجل المدني هذا ما بالله تبعد المسمه للمن ما شراء شخصية؟ إلا شخصية إنه ما شاء الله معك عيون ومعك وجه ما شاء الله بس مغثي لك حاجة فقط اللي مشوع لك. ما نذو أدمعي أوريك ها بسلامة. عاد كل موجود ولا إليك كل موجود أنا. ما رأيك أن تحط الآلي ونصورك نعلق صورة حالية؟ عشان أيش؟ أنا ميت من دخلك في البطاقة الشخصية صورتك ال... للما صورة؟ يا ابن خالي ما يصلح نصورك بالآلي نشيل نعلق بطاقة شخصية تصير مع أبوك تسافر مع والدك. أسافر؟ سافر الخارج. كل قعدت ولا وتصورني بغير الآلي. شو سافر للخارج تعدي هم؟ كاك افرض وانا مسافر هاجموا علينا للطيارة. اقول لهم بقطاك طرحت السلاح في البيت. اسمعني انا قصدي بالمختصر ما ينفعش تتصور بالآلي.
ناهي انا طيب نفسك يعني اتسوق قصك بغير الي وبعدين الالي سهل انا ست انا نصورك بالاول وبعدين سهل وزرحوني في المدني هذا السجل البقرتك الثاني ما عاوز به انا دخل اسمك ولا يهمك خلاص واتصور راعي راعي للمهد استعجل ما يهمك انا عاد ارجع بس انا شديك تنع انه تبعد الالي ونصورك سمعت وبعدين نكمل ارجع بزعالي ايوه حقي ولا يهمك خلاص ما عاد نفسي اديني 12/7 تصور بنزلها في الفيسبوك ماشي هذه بطاقة شخصية ها ما ايوه يستحنا يلا جرب نتمطر معقول مفتاح يعني يفلت ويخرج مش عيب عليه يعني في حالة مرضية يلا تلفون الحق موجود اشهد ان لا اله الا الله مالك يا مفتاح مالك مالك يا مفتاح خرج 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 الاخ الذي كانوا عندك هذا وما قد قرحش مالك هذاك مصفر قل لي مصفر كنا قد انا منحضر ومنظر ومس انت بني ادم مالك انت هذا مريض مريض هذا مريض ايوه قل لي روح وعيد الله غيره ورزقنا على الله الامراض ملا ما ينفجرش هذا مريض ضروري ما نعالجه والأجل بيد الله يمكن يكون أنت أجلك على يده إذا ما عالجنا يا أخي أنا مستغرب هذا ليش لابس هكذا يعني قنابل وأوالي وهذا هذا خطر علينا وعلى البلاد وعلى العباد وعلى الوطن هذا خطر خطر يا بالله عليك أسألك بالله وهذا الشنب كله هذا أنت رجاء أي شنب قد أنا قاعد أحلقه من هو هذا من هو هذا هذا ابن خالي أسألك بالله هذا ابن خالك رجاء أسألك بالله لا تدينا المشاكل روح على عند خالك روحه ضروري ما نعالجه يا مفتاح هذا خطر على المجتمع علي وعليك يا أخي ما تعالج هذا كيف تعالجه كيف نعالجه ضروري من علاجه وانت ساعدني لا أسألك بالله أنا ما أقدرش أنا عملي سكرتير عالجه أنت يا مفتاح ابعد الخوف من قلبك ابعد الخوف مالك أنت هو إنسان عادي مثلك إذا ما عالجناه يكون كارثة علي وعليك وعلى المجتمع قم شد نفسك عليك ما مشي انت رجال 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 ما شاء الله هاي واقع يا اخي مدري مال الركبي مدري مال اليوم اسال اقول قوي 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 قلبك اسمع قوي سعلك ها مالك قوي لك قوي ايوه تمام ايوه هكذا مالك انت اذا ما عالجنا هذا يكون خطر علي وعليك وعلى المجتمع يعني ضروري نعالجه ضروري نعالجه وتساعدنا لا 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 مش هساعدك سألك بالله أنت المساعد حق الدكتور والدكتور داخل يعني دكتور ومساعدي يعالجوهم أنا عملي هنا سكرتير سألك بالله طيب أنت مساعد المساعد أنا ما أتدخلش ما أتدخلش خلاص أنا بعالجه هيا أنتم ها شوف الصورة صورة رضية حاليا لما الله ما أحوالي إذن أي المشروع يا عيبا ما أحلى الصور شو الله إنجماري أترجم بهذا أي قال لك أرجم هذا أرجمك من راس أي خلاص خلاص ولا شيء ما عبي ولا شيء أنت الدكتور ما يجي معي واحد صاحبي لو سلم عنده تسلم علي بس طلع عنده أيوة سلم علي بس بأدب طيب طلع عنده أيوة وعشان هكذا خلنا كيف أزيد أنت خلاص يلا بسم الله تفضل تفضل عندك بسم الله السلام عليكم يا مرحبا تأكد انه ابن خالك اهلا وسهلا كم عندي يا دكتور مبارك لي انا قلت ابن خالك وعم ده خيرات ها انت دخلوا خيرات هذا واحد هذا واحد واحد بس ما شاء الله ما كيف الله الله يحفظك مالك شيء الحمد لله تدينا لنا مال ماشي والله ماشي ولا حاجه راوي من البيت الله خلاص عارف انا متاكد انك تغير شويه قلت لي باقي شويه بس انا قلت لك مو صغير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني انا قلت لك دخل المريض مش تدخل التريلا اللي عندي يلا خلاص تفضل 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 شوف يا دكتور هذه صوره صورتها انا يعني هذا انت ما شاء الله كيف انا كيف انا دكتور قبل الحادث حلو حلو قبل الحادث وبعد ما شاء الله كيف انا ما شاء الله حلو حلو حالي حالي اي خدمه لك سمع امانه عيني يلا حياك الله استاذ حياك استاذ سعد ما شاء الله تمام اخرج 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 عادي وشوف امورك شوف الولد يدخل لهنا الولد ايوه امان الله موجوده احبه
لا لا خلي الولد أمانة أحبه حطتك العافية أمانة حياك يا دكتور يلا بحيا معي الخارج ما شاء الله ما شاء الله سعد حياك الله يعني ما شاء الله وسامة وحلاوة وقد ليش هذا كل العبث يعني 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 في الدور المعسكر والدور الأدوات اللي عندك يعني مثلا ما بتحاكي أنا لا بنحاكي نفسي أنا بنحاكي يلا مع السلامة تواصل بعدين ها مع السلامة كنت بتحاكي في السكايبي الحمد لله حياك الله يا سعد حياك حياك الله يا سعد ايوه هذا ما يشيل الا اسمه يشيل الا جلخ بعدها حياك الله استاذ سعد يعني انا قلت تكلم عليك عارف كثير وقال ابن خالي ما قال ما قال هذا لا 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 كل خير كل خير قال يعني يحبك وكنتوا صغار الاثنين مدري ايش وما كان بيش معك هذا الحاجة بس صغار الاثنين ايوه هو دي هذا انا عرفتك قبل سنتين صلي على رسول الله استاذ اللهم صل وسلم صلي على رسول الله استاذ سعد صلى الله يعني انا ايش اقول لك حاجه يعني لا لا بس الحين الشيء اكلمك بس شوف الشيء كسر رافقك لا 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 شوف استاذ يعني هذا الجسم هذا ما يجي له من قلب طيب الله يحفظك يا طيب وانا متاكد انك حبوب والناس بيحبوا كلهم فهمت حرام البلقريب كلهم يقولوا شوف الباجال يا سعد يا ماشي من الفجيعة ما يفعلوا ها لا لا يعني حلو انهم بيحبوك وبيحترموك جدا فهمت شوف ده هنا لا قدر الله لا قدر الله يعني انا شفت واحد صاحبي تخيل ايش قعده تخيل ولد 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 لا لا ها وياك فالموضوع انه يعني حمل السلاح هذا يحمل السلاح ليش الا الجندي الجندي يعني يدافع عن الوطن يعني انت تحمل السلاح ليش هل انت جندي ولا انا جندي يعني هل انت تشتغل في شركه امن ما جاي معكم عرس احيانا بيقع في الحارم من يجيلهم احيانا وغلط انك تحمل سلاح وتصير عرس ليش لانك تفجع الناس ان تخيل لو وقع عرس واحد صعب منع يجي الخير يعني او صار اقرع عليه لا لا تخيل انا بقول لك حاجه يعني انت تحمل قنابل تخيل تقرح بك يعني انت عادك يعني انت معك اولاد معك اطفال فهمت يعني كبت اطرحهم في البيت معكم بيت يعني اطرحهم في المخزن تخبيهن نطرحهم في البيت ان انا ايش الله تنعبد العيال لا يلعبوا من في البيت انا ما ادري العيال ما يلعبوا اطرحهم في البيت العيال يلعبوا بين وجع قالوا كره حل البلد قطك يا عارف متاكد ان ابن خالك هذا حياك الله يا استاذ سعد حياك صلوات الله شوف انا ادفع لك علاج الان اخلي الناس كلهم يغيروا النظره حقك لانه قد سمعت الشكاوي عليك بتساعد هذا بزرنات انا اقول لك يعني بس بيني وبينك فهمت بيني وبينك انا شيء تغير هذا النظره يعني انا لو ساعدتك الان في هذا تغيير النظره توقف معي انا بيقولوا هكذا النظرنات بيقولوا نظرنات بيقولوا بتكبر 24 ساعه وبالسلاح يعني ما معهم لهم سلاح في البيت الناس كلهم معهم سلاح بس بوقت يعني الحرب ضد العدو ها ضد العدو انا بيقولوا هكذا اي والله وانا بين اقول ما عاد مثلي حدا تخيل تخيل يا اخ سعد لو هذا 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 القطعه 60 كيلو شوف بتأثر لا 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 مش لا زاي لا تفضل 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 شو أنا فعلت تحت على مي عشان لا يشوف بدر كوت شوف الله ما أحسنك هذا شوف تخيل هذا البرع هذا البرع تخيل الآن تنب وقف كيف بتحسن نفسك عاد باقي طبل شوية صح أيوة هذا الجوب اجلس 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 شوف تخيل بعد هذا الجوب أنا ما أقول لك شوف تخيل تخيلها كذا تخيل طرحنا هنا طرحنا احسن نعرس الله اللهم صل على تخيل انت سنب وقف امريكا بتحس نفسك الان دور 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 افعل دور افعل دور افعل دور افعل دور شوف كيف الله والخفة تخيل على خفيف 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 شفت ليش انت بتحمل 60 كيلو ومتحمل 40 كيلو بتقول ليش كلفك الله بيقول لك معاش بيدوا لك شيء يعني 24 ساعة وفوقك يعني بتخوف الجهال بتخوف النساء بتخوف الناس اللي يشوفوك في الشارع علشان ايش يا اخي قتلت حد مالك صلي على رسول الله مالك قتلت انا ولا قتلت حد مشاكل انت واحد ولا بيني نوعك كله مرام حبايب شفت لانه هذا السلاح ما يقتل صاحب ولا عدو يا اخي هذا هنجم هنجم مش الهنجمة مش هكذا هيبه الهنجمة بالاخلاق الهنجمة بالكلمة الطيبة هذا هو الهنجمة فهم تكسب الناس مش بالسلاح لانك عم تخوف الناس تخوف العالم تخيل تخيل ابعد هذا ابعد هذا ابعد هذا الشيء من راسك ابعد انا بقول لك ابعد هذا الشيء شوف الله ما احسنك تخيل مع النظارات مع السروال فهم البس السروال هذا البس السروال البس السروال أنا بقول لك أيوه البس السروال يا رب خارج يا تفضل 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 يا الله اهديه يقلع القلافد والقماقم اللي فوقه شغل ابن خالي هذا ما يشتشمه كذا خالي يتصل ايوه يا خال ان شاء الله تمام ان شاء الله الامور متحسنه دقائق بس والله انا قد فعلت معه شويه وباقي الدكتور
الله الله يا دكتور. يا سلام يا سلام عليكم. والله شفت شفت يعني تمشي بحرية، الناس يحبوك، يعني الناس اللي كانوا يشجعون منك الحين بيحبوك لانك ايش غيرت، بتغير نفسنا داري اكثر، يعني اصحابك اللي مثلك غيرهم تمام. يو الخفه حرام اني بخف فيه. راحتك يعني امشي بحريه، ايش الذي مانعك؟ هذاك الحديث كله هذاك هذاك ضر لك ولكل كل الانسانيه. يا رب يا رب يا مال هذا ما عرف له سنه بزامل. الله يحفظك يا دكتور، والله ما توقعت انك تغير لي بهذا الشكل. لانك شيء تغير من داخل، لانك ضبحت من الوضع اللي كنت انت فيه. اي والله بس ما لقيتش من يقول لي هي. ان شاء الله. يا عارف عارف تعال. وين جبت ابن خالي؟ ابن خالي قد سبق البلاد. كيف سبق البلاد؟ اهلا حياك الله. يا ويلكم. كيفك يا سعد؟ حياك. وين جينا نلبس من القلاف؟ خلاص شوف شوف كيف شكله بالبنطلون بالحركه. امان يا دكتور هذا انه مع اسلوب يقنعك هذه ما يقتنع. الله يحفظك يا دكتور. امين يا رب. الله يحفظك. بس البنطلون حكي هذا سهل يا حسك عنده البنطلون، يعني من اول احنا نفيد ابن خالك حسك على شيء لك بدلها، احنا شيء دوله مدنيه حديثه. اي والله وانا من اقول ما الناس يبسلوني ويتفاجعوا، احنا ما عاد يتفاجعوا ولا يتفاجعوا ولا شيء. انا اصبحت مدني مدني مجهز المدني، يعني اي واحد يلقاني عادي يسلم على امه. شكرا يا دكتور. يلا شكرا يا دكتور. انا اللي بجعل البلد عندنا اغديك امان. الله تعالى مع السلامه. يا مدني بعايدك شو لاجي. الله تعالى مع السلامه. سعد مش انت ناسي حاجه؟ ما انا ناسي الادوات اللي جيت بها. اي الادوات؟ السلاح والاشياء اللي جيت. يلا بعتن مني قال لك الادوات ارجم بالبلاغ هذا ما نش في حاجتن دوله مدنيه خاطرك في امان الله.